نبدأ بالفقرة الثانية وهي الألف اللينة، وكيف تكتب الألف اللينة؟ الألف اللينة هي ألف مد ساكنة مفتوح ما قبلها، ولا تقبل الحركات وترسم في أواخر الكلمات مقصورة أو ممدودة. إذن الألف اللينة هي ألف مد ساكنة مفتوح ما قبلها، ولا تقبل الحركات وترسم إما مقصورة أو تكون ممدودة. القاعدة الأولى في الألف اللينة، تقول القاعدة: تكتب الألف ممدودة في الاسم أو الفعل الثلاثي إذا كان أصلها واو. إذن نعيد، تكتب الألف اللينة، لاحظوا، في الاسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي ممدودة. متى تكتب ممدودة؟ إذا كان أصلها واوا. لاحظوا هنا مثلا كلمة عصا، هنا نقول عصا اسم ثلاثي، كتبت الألف ممدودة لأن أصلها واو، فعصا المثنى منها عصوان. أيضا مثلا كلمة دعا، لاحظوا هنا الألف كيف هو شكل الألف، الألف ممدودة، نقول كتبت هنا الألف ممدودة لأنها جاءت في فعل وهذا الفعل ثلاثي، لاحظوا دعا تتألف من ثلاثة حروف، فنقول دعا هي فعل ثلاثي، كتبت الألف ممدودة لأن أصلها واو. كيف نعرف أصل الألف؟ نأخذ مثلا المضارع دعا يدعو، لاحظوا هنا الألف أصلها واو. القسم الثاني يقول: تكتب الألف مقصورة في الاسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي متى؟ إذا كان أصلها ياء. إذن إذا كان أصلها ياء، مثلا كلمة مشى، كلمة ساعة، لاحظوا هنا مثلا كلمة رمى، نقول في التعليل رمى هنا فعل ثلاثي، كتبت الألف مقصورة لأن أصلها ياء. كيف نعرف الأصل؟ نأخذ المضارع رمى يرمي رميت. أيضا كلمة فتى، لاحظوا هنا الألف مقصورة، لماذا هي مقصورة؟ نقول الألف هنا مقصورة لأنها اسم ثلاثي وأصل الألف هنا ياء، فتى الجمع فتيان. الآن تكتب الألف اللينة في الاسم لكن فوق الثلاثي أو الفعل فوق الثلاثي، متى تكتب مقصورة؟ إذا سبقت بياء. إذن نعيد، تكتب الألف مقصورة إذا لم تسبق بياء. إذن الألف اللينة تكتب في الاسم فوق الثلاثي أو الفعل فوق الثلاثي مقصورة، متى؟ إذا لم تسبق بياء. إذا لم تسبق بياء، مثال كلمة منتدى، لاحظوا هنا الألف مقصورة، نقول في التعليل هنا منتدى اسم فوق الثلاثي لأنه أكثر من ثلاثة حروف، كتبت ممدودة لأن كتبت مقصورة لأنها لم تسبق بياء. أيضا مثلا كلمة مستشفى، نقول هي اسم وهي فوق الثلاثي، وكتبت هنا مقصورة لأنها لم تسبق بياء. أيضا تقول القاعدة: تكتب الألف ممدودة إذا سبقت بياء. لاحظ هنا كلمة دنيا، نقول دنيا هي اسم فوق الثلاثي وكتبت ممدودة لأنها سبقت بياء. لاحظ هنا مثلا كلمة هدايا، نقول كتبت الألف ممدودة لأنها وقعت في نهاية اسم فوق الثلاثي وسبقت بياء، لاحظوا سبقت بياء. إذن تقول القاعدة: إذا كان الاسم أو الفعل ثلاثي تكتب الألف ممدودة إذا كان أصلها واو، وتكتب مقصورة إذا كان أصلها ياء. أما في الاسم فوق الثلاثي أو الفعل فوق الثلاثي فإنها تكتب مقصورة إذا لم تسبق بياء، وتكتب ممدودة إذا سبقت بياء. من سيشارك معنا و
يقول لنا كيف نكتب الألف اللينة. تفضلي أمينة. تكتب الألف اللينة ممدودة إذا كان أصلها واو، أو مقصورة إذا كان أصلها ياء في الأفعال الثلاثية أو الأسماء الثلاثية، نعم صحيح. وتكتب في الأفعال فوق الثلاثية والأسماء إذا سبقت بياء تكتب مقصور، إذا سبقت بياء تكتب ممدودة، نعم وإذا لم تسبق بياء تكتب مقصورة. نعم صحيح، جزاك الله خيرا. نعيد القاعدة، انظروا. الألف اللينة في الاسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي، انظروا، تكتب ممدودة، لاحظوا ممدودة، متى؟ إذا كان أصلها واو، وتكتب مقصورة إذا كان أصلها ياء. وإذا أردنا أن لا ننسى هذه القاعدة أبدا، نربطها من خلال هذه الفكرة. نقول بأن الألف المقصورة، لاحظوا الألف المقصورة تشبه الياء، لاحظوا الألف المقصورة هنا هدى سقى تشبه الياء، لكن الياء فيها نقط، أما هنا ليس فيها نقط، فنربطها من خلال هذا الأمر. نقول تكتب مقصورة إذا كان أصلها ياء، فالألف المقصورة تشبه الياء، أما إذا كانت ممدودة تكتب، نقول أن أصلها واو. القسم الثاني، نقول إذا سبقت بياء تكتب ممدودة، إذا لم تسبق بياء تكتب مقصورة. فهنا مثلا كلمة قضايا، هنا أستطيع أن أتذكر القاعدة عندما أرى كلمة قضايا، لأن القاعدة تقول بأنها تكتب ممدودة إذا سبقت بياء، فأنا أشاهد هنا الياء أمامي، عندما أشاهد الياء أتذكر القاعدة، أقول هي ممدودة لأنها سبقت بياء، أما هنا هي مقصورة، هنا هي مقصورة، لماذا؟ لأنها لم تسبق بياء. هكذا إن شاء الله لا أنسى القاعدة أبدا.